لكم الله لا يوفقون ان شاء الله. جسر الشور قرية من ريف جسر الشور، هي طبعا بقلب مدرسة من هاي القرية. هربانين العالم لاجئين هون من قصف الدبابات والطيران وهجوم شبيحة الأسد على مباني وأسر جسر الشور، فهربوا العالم من القصف والتجؤوا للمدارس. هاي المدارس كانت طبعا لتعليم الأطفال، بس هلأ صارت أوتيل للعائلات جسر الشور. وما معي الطفل مدري ليش عم تبكي، ايش بكي عمو؟ يا عمو دلوا الأولاد نشدتوا لنا عيالنا، البيت قصف وموزنا نشرب المية المصر، الأمام الكل اللي بيطلعوا عن سلسر يدلوا من المظاهرات، البيت نشدتوا المية سممو والحليب اللي بنشرب الحليب اللي بيشرب منه الأطفال سممو. هلا جسر أهلا جسر راح ينزلوا شبوه وقلنا قصفوه، نحن عم نطلع لما بيوتنا، هلا أنا أمامي وخالاتي ما بعرف وينهم، قلنا نحن يعني ما بنعرف شو بدنا يعني بدنا نطلع على الحي ما خلونا، ما نطلع على حلب ما بخلونا، شتلونا ما عم نعرف وين بدنا نروح، عم نطفي السجار عم نعمل بالجبال عم بيطلع. الله يوفقك يا مسار اللي بدك، الله يوفقك، الله يوفقك يا مسار، الله يوفقك، الله يثبتك، شي حرك لنا مثل ما حرمتنا اولادنا، اولادنا ما بنعرف وينهم، الله يحرمك اولادنا، والطيران والدبابات ماشيين والطيارات عم بدلوا وين ما بدهم، وين ما بدهم يروحوا. حرمونا بلادنا اللي احنا شردنا.